আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ সম্মানিত দর্শক এবং শ্রোতা আজকের ভিডিওতে আমরা দোয়াই মাসুরা শুনে শুনে সহিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করবো আল্লাহ আমার সাথে সাথে বলুন অল হুম আ ইন হোম إني ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلما كثيرا ظلما كثيرا ظلما كثيرا, ظلماً كثيراً. ولا يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب الا انت الا انت الا انت فاغفر لي فاغفر لي، فاغفر لي مغفرة من عندك، مغفرة من عندك، مغفرة من عندك، وارحمني، وارحمني. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الغفور الرحيم, أنت الغفور الرحيم شنون اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم